من انا وابن 17 سنه، انا وعائلتي كنا في يعني تقريبا بالاربعينات، سنه الاربعينات. اولادي كل عائلتي كنا بنروح على الزيتون، من الصغير للكبير. بحرب 2006 صريفة أكلت حصة كبيرة من الضرر، يعني كان عندنا 375 وحدة سكنية هو دمار شامل، شي 1200-1300 هو دمار جزئي، وخرب قد ما بدك. حقول الزراعية بصريفة أكلت حصة كبيرة، يعني تقلع شجر عدد كبير، يعني 50%-60% نقم شجر. أنا زيتونتي مرضوا من الغازات تعول القذائف السامة. La volonté du contingent français, mais de tous nos camarades également, autres contingents de la FINUL, c'est vraiment de rompre ce cycle, entre guillemets, qui veut qu'une guerre ait lieu tous les 7-10 ans ici au sud Liban, et de construire quelque chose de durable. Donc il n'y a pas de malédiction sur le sud Liban, la France en est persuadée, on est vraiment là pour construire, et pas dans l'optique que ce soit détruit et de reconstruire par la suite, mais dans l'optique d'avoir quelque chose de durable et qui soit là pour les Libanais dans les prochaines décennies, pour en faire un pays en paix. Ce projet est né en pleine concertation avec l'AFD, suite aux besoins qui a été évoqué par les autorités locales ici, de soutien à la filière oléicole au sud Liban. سبحان الله، عندنا الزيتونة هي أول شيء موجودة بالقرآن، التينة والزيتونة. ثاني شيء هيدا عندنا التراث قديم، الزيتون هو كل شيء للإنسان، ما في يستغنوا عن الإنسان. Le projet d'Aman est né d'une volonté de la France de soutenir les populations rurales après la guerre de 2006. Donc cette première phase s'est déroulée sur la période de 2008 à 2010. Elle a permis d'initier une démarche pilote de renforcement de capacité des oléiculteurs du sud Liban. À l'issue de cette première phase d'urgence, il a été retenu de s'inscrire dans une phase plus longue, de développement à plus long terme, pour conforter le développement économique et social de cette région. Ce projet a été mis en œuvre dans le cadre d'un partenariat franco-libanais, associant d'une part la société Agriat, spécialisée dans le développement agricole en Méditerranée, et d'autre part l'association libanaise pour le développement rural, ADR. تحمل العوامل الطبيعية، يقعد كثير، في عندنا نحن زيتون شحناه كبير، عرقه كبير عم بالألف سنة. الزيتون بضعف هو في أوقات غصون هي بتكلخ يعني. وفي بتجي الأمراض عم بالمنطقة سنة إيه سنة لا، السنة إيه حملان منيح، السنة لا في الحملان بيجي 40-20%. السنة اللي ما فيها حملان إذا كان عنده وفر ببيع، ما عندوش بيخلي له. الأهداف الرئيسية لمشروع ضمان 2 كانوا زيادة كمية إنتاج الزيتون وتحسين شروط الإنتاج وزيادة المهنية بالتعاونيات الزراعية حتى يقدروا يشتغلوا مش بس الشهرين اللي فيهم موسم الزيتون، بس يكون عندهم نشاطات على كل السنة. هذا الشيء رح يسمح لهم انه يكون عندهم مدخول زياده ويخلق فرص عمل زياده للعالم بهدول الضياع. حطينا برنامج للدعم التقني للتعاونيات الزراعيه بالحقول وبالمعاصر على فتره المشروع. النقاط القوه بتعاونيه حولها اداره جيده، تقديم خدمات، هي هذه النقاط القوه عم باقي المعاصر، انه فيها عمل. كانت اول شيء تشتغل بموسم الزيتون، هلا عم نحاول تتطور لتصير تشتغل 12 شهر. هلا حاليا هذه سنه التجربه، اول سنه كانت هي سنه التجربه. بعد ما عملنا بنفوت يعني بتعطي للزبون، بيجي عندك الزبون بيقول لك انا اليوم بدي شحل، بيروح معك على الكرم بنشحن له. احنا هلا عم نقطع شجر يعني بين كبير بقلب بعضه الدلم،
لحدود ال 50 دولار سنة شحنا ل 50 مزارع بالأمراض عم نرش للعين الطاووس وللحشرات يعني لنشوف الوضع إذا صار حملان السنة على أساس الحملان والنتيجة ممكن يعني السنة الجاية على الأكيد بده يزيد شي 20%. من 2008 لهلا كان بالأول عندنا معصرة صغيرة كانت عم تعطينا بالساعة طاقتها 500 كيلو كانت مش عم بتلبي حاجاتنا كنا كتير مقصرين قدام المزارعين وقدام الكرة التانية اللي بتجي لعنا بالزيتون بيجي على الغسالة بيتغسل بالزيت بالغسالة هون ووش بيخلص الزيتون من هون بنسحبه على العجينة عجينة رقم واحد رقم اثنين رقم ثلاثة اشتغلنا فيما بعد على معصرة أكبر ساعدونا حملونا إلنا شيء وهن حملوا العبء الأكبر وقدمونا آلي طون 200 كيلو بالساعة أكبر من هذيك بثلاث مرات ببيع الزيت نحن هلا عم نشتغل رئيس التعاونية حسن توبي عم نشتغل مع مؤسسة فتحوها السنة جديد بالحلوسية عملوا مشروع تخزينة الزيت وتعبئة الزيت إذا اللي بيضل طيب على المشوار القادم صار عندنا فائض زيت محلي بدنا نعمل طريقة نعلب وإذا فينا نصدر لبرا ما منقصر أهداف الكومبوست بصريفة هو أول شيء نخلص من الزبالة ثاني شيء بيعمل فرص عمل للمزارعين مراحله أنت هيدا بصير نجيب الزيتون طفاطيف الزيتون على المشروع نطلع جفة الزيتون لفوق نشتري سواد بقر نفرم طفاطيف الزيتون ونخلطهم مع الجفة مع الزبل مع مي يلا لك زبونات للمزارعين بدنا نعمل اول شيء دوره عليهم يعني مثل بشكل فحص ليتشجعوا ضمن مشروع ضمان اثنين في نشاطات ثانيه بتزيد مدخول التعاونيات انعملت وحده منهم كان مشتل لشتول الزيتون مع تعاونيه كونين وكان في شراء لكاميون لنقل الزيتون من عند المزارع للمعاصر هذا الشيء صار بيرشاف وبحولة أيوة توماس أيوة هو تعاون المشروع بالذات هذا المشروع مع وزارة الزراعة المشروع هذا بالذات إجا وكان في تعاون مع الوزارة بشكل واضح كان في نقل للخبرات يعني من جهة للمزارعين على الأرض ومن جهة للفنيين اللي بالوزارة لكن هو من المشاريع اللي كان لها نتائج مباشرة وفعالة بالإطار الفني وبالإطار الإداري يعني بتأدي مثل ما قلنا لزيادة دخل التعاونية وبالتالي صار عندها إمكانية التعاونية تفكر بتنويع نشاطها وزيادة دخلها وزيادة استفادة المواطنين وخاصة يعني أعضاء التعاونية وأعضاء القرى المحيطة فيها بهالموضوع. نحتاج كمان شيء آلية لمتابعة عمل التعاونيات شوية غض النظر عن متابعة التعاونيات بنحس إنه عمل التعاونيات انخفض أو وتيرة نشاطهم انخفضت وبالتالي لازم على طول يكون في متابعة لهم.